الله يتمكن ان يعطي البعوضة الصغيرة قوة اكبر من قوة الكون. احنا دائما شو نقول؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حول يعني شنو؟ يعني تتحول من حال الى حال، هذا يسمى حولا. يعني انت الان من هنا وتروح الى بيتك، هذا تحولت من مكان الى مكان، تحولت من الشباب الى الشيخوخة، تحولت من الطفولة الى شباب، تحولت من الجهل الى العلم، من الغنى الى الفقر، من الفقر الى الغنى، من الصحة الى المرض، من المرض الى الصحة. هذا يسمى لا حول لا تحول ولا قوة. انت قوي، انت ثري، انت شجاع. قوة، هذه القوة وهذا الحول كلاهما لله، كل القوة لله وكل تحول لله.